بما اننا بنتكلم عن نادي القرن، القضيه مش قضيه الكابتن خالد غندور فقط لا غير، لا القضيه قضيه فكره ازاي بتقدر تغير قناعاتك، ازاي بتقدر تتلون، ازاي بتقدر حسب مكان عملك بتغير رايك وقناعاتك ومبادئك وتصريحاتك اللي انت كنت سبقت وعملتها. تقريبا مفيش حد شغال في قناه نادي الزمالك الا لما غير كل مواقفه وغير كل ارائه، لكن بما اننا بنتكلم عن نادي القرن ووقعت التزوير الصوت والصوره اللي عرضناها للكابتن خالد غندور، نشوف ايضا فريق عمل الكابتن خالد غندور او قناه نادي الزمالك رايهم في قضيه نادي القرن. بس النادي الاهلي في الفتره الاخيره بكل بالورقه والقلم بكل المقاييس هو نادي القرن. يمكن احنا هنا احنا في مصر هنا ما بنحسش بقيمه النادي الاهلي، عشان احنا دايما اللي بيشوف اللي بيقعد يتفرج بيشوف اكتر. احنا عشان قاعدين في نص في مصر وفي نص الانديه والدوري وبنتفرج مش حاسين بقيمه الانديه المصريه. كابتن فاروق جعفر بيتكلم عن بالورقه والقلم، بس من الواضح ان هي مش هتكون لا ورقه واحده ولا قلم واحد، والجميل ان احنا واحنا وسط الانديه المصريه مش حاسين بقيمه النادي الاهلي. يا ترى الكابتن فاروق جعفر هيكون موقفه ثابت يا فارس في قضيه ان النادي الاهلي بالورقه والقلم هو نادي القرن؟ لا، عارف ليه؟ عشان غير الورقه والقلم وجاب ورقه وقلم لاسباب تانية خالص. نطلع ونسمع كابتن فاروق جعفر بورقه وقلم جداد قال ايه. القرن لا، نادي الزمالك نادي القرن. احنا وجهه نظرنا واحنا قناعه والورقه والقلم بيقولوا كده. ممكن حاجه بقى يعني مش عايز اقول بقى مجاملات ولا الكلام ده، ان حاجه حصلت نادي الزمالك مش ذنبه، ان واحد مثلا عنده انتماء لحاجه تانية النادي تاني بدا يزق النادي ويكبر النادي التاني عشان ياخد البطوله او يبقى نادي القرن. سهل جدا تغير بالورقه والقلم قناعاتك، بس اعتقد في فرق ما بين راي وفي فرق ما بين حقائق كانت بتتقال في وقت بشكل احمد وفي وقت تاني اتبدل الورقه واتبدل القلم وفضل ثابت بس كابتن فاروق جعفر. بس هو واقف عند الكابتن فاروق جعفر ولا في ناس تانية غيرت مبادئها وغيرت ارائها وقناعاتها؟ طب ما نشوف حد غريب جدا ان انت تسمعه بيؤكد احقية النادي الاهلي بنادي القرن. نسمع استاذ ايهاب الفولي قال ايه. يمكن القضية دي قتلت بحثا، لكن اول مرة هناقش فيها نقاد رياضيين وارائهم المختلفة، يعني رأيهم ايه، مين نادي القرن الحقيقي. خلاص، هو نادي رسميا هو الاهلي هو نادي القرن الحقيقي رسميا. ايهاب الفولي، الاهلي طبعا. طيب قول لي رايك. طبعا الاهلي هو النهارده. انت لازم تقول لي قناعاتك ليه. قناعاتي لان ده القرار اللي انا بصوت عليه. ما ينفعش انت بعد 900 سنه تيجي تقول لي لا ده الزمالك احق. انا لو زملكاوي بقى اكرم لي اني اقول الاهلي نادي القرن، اكرم لي ما يكون اتضحك عليا. يعني انا حتى لو انا النادي بتاعي هو نادي القرن وانا اتضحك عليا يبقى انا لا مؤاخذه قليل. لا، اكرم لي اطلع اقول يا جماعه الاهلي نادي القرن، ما خليش حد يضحك عليا. ارجوكم بلاش نمتلك ذاكره السمك اللي هم بيمتلكوها. بيقول اكرم لي ان انا كزملكاوي اقول ان النادي الاهلي نادي القرن. انا قناعتي الشخصيه التامه ان النادي الاهلي نادي القرن. ما ينفعش حد يقول غير كده. الراي واضح وقاطع، وقال لك بعد 900 سنه ما ينفعش تقول راي غير ده. احنا ما عدناش ال 900. طب هنشوف خدنا قد ايه عشان الراي. لا خدنا قد ايه؟ لا، اصل الاستاذ ايهاب الفولي اكيد جماهير اللي قاعده بتتابعنا دلوقتي هي متوقعه الرد اللي جاي ايه، لان الحقيقه هو تقريبا واخد فكره الاحتراف بشكل مختلف شويه. ان الاحتراف بشكل ان انا بغير التيشيرت بالظبط كاني رحت من الترسانه رحت للسكه الحديد فبقيت بدافع عن السكه الحديد. فبالظبط الكابتن ايهاب الفولي بيعمل ده بقى في الصحافه. انا انتميت لمؤسسه النادي الاهلي، النادي الاهلي حاجه كبيره وعظيمه. طب رحت لمؤسسه اخرى، انا عندي المقومات اللي تؤهلني ان انا دافع عن المؤسسه الاخرى. ده مش كلامي، ده اللي هتشوفوه من تصريحه وكلامه. شاهب، انا عايز اناقشك في حاجه مهمه جدا واستاذ محمد رجب. انا دلوقتي كزملكاوي شايف ان المعايير اللي اتحطت دي معايير فاسده، تمام؟ وان المعايير اللي اتحطت دي اتحطت ليه نادي بعينه؟ لان اللي حطها عضو مجلس اداره الاهلي.
ما بتتكلمش على يعني على اساس المكان مثلا منبع الفضيله او منبع العفه. باشا في حكام توقفوا مدى الحياه في اي وحكام سنه في الاتحاد الافريقي. فالنهارده انت اما تيجي انت بقى كزملكاوي او تيجي مثلا كقناه نادي الزمالك او يجي رئيس نادي الزمالك يجي يعمل شايف هو حاسس بالظلم وانت حاسس بالظلم فلما تيجي انت تعبر عن مظلوميتك وتعمل يافطتك وتعبد ما هو نادي القرن ده لو انت هنيجي نتكلم ما هوش مثلا بطوله انت لعبت عليها وخدتها ده لقب شرف او لقب يعني اللقب بس شرفي بس بيبنى عليه بقى لقب شرفي الاتحاد الافريقي منحه في الوقت ده من وجهه نظره فانت من وجهه نظرك انت الاحق لما تيجي انت تتكلم النهارده انت بتجادل بالورق وبالحجه وبالورق وبالقانون وبالبطولات بتاعتك يطلع المفروض يجادلك ببطولاته ويطلع يجادلك بالكلام اللي انت بتقوله ما يطلعش يقول لك نقطة اكتر ما تبقاش العمليه يقول لك لا انت بتتكلم ليه لا من حقك تتكلم من حقك تدور على الحق وتتذكر يا كابتن كان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء طلع تقرير باحقيه نادي الزمالك بلقب القرن والاتحاد الافريقي في نفس السنه اهدى اللقب للنادي الاهلي فكان هنا في نزاع وفي اشكاليه او كان في حد بيقول لك انت ليك حق لا تتعجب انه اهاب الفولي هو ده استاذ اهاب الفولي وهو ده نهجه في الصحافه النادي الاهلي ونادي القرن وانا كزملكاوي ولا بعد 900 سنه اتكلم في الموضوع ده من هو نادي القرن مفيش مر ده ما جابش 8 شهور وبدانا او 9 شهور وبدانا نتكلم في فكره ان نادي الزمالك من حقه يدافع عن الظلم في فرق كبير جدا بالمناسبه يا جماعه بين شعورك بالظلم وان بالفعل في ظلم وقع عليك اللي بيحصل في نادي الزمالك هو مجرد احساس بالشعور بالظلم فقط لا غير لكن مفيش في نقطه لازم ما كناش نعديها ابدا لا النادي الاهلي منبع الفضيله بين الانديه الرياضيه ما ينفعش تتكلم عن النادي الاهلي بالاسلوب ده لا انت كويس قوي انت مريت وعديت على النادي الاهلي لكن ما تعلمتش من النادي الاهلي اي حاجه خالص تخص فكره الفضيله او فكره التعامل بالاخلاق او فكره التعامل بالمستندات والوقائع حتى الاستناد اللي حضرتك استندت عليه فكره الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء ده خبر ثبت ان هو غير صحيح والاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء منح كتوكو اللقب فبالتالي انت على اي اساس بتدافع لكن زي ما انا قلت لا تتعجب انه اهاب الفولي لا ايه الحرفيه دي يعني بجد والله ايه الحرفيه دي في تغيير المواقف وما بين قمه الموقف في ان اكرم لي بعد 900 سنه ما اتكلمش وما بين قوه الموقف في ان لا احنا اتظلمنا واحنا يعني انت قدرت تجيب التحول ده ازاي وتعمله على الشاشه ازاي الناس دي احمد في كل مره بتطلع تكلم المشاهد بتتعامل ان هو شخص مسخ ممسوح الذاكره واذا كان البعض في بعض الانديه الاخرى بيعلي من ده احنا هنا في النادي الاهلي انا لا يروق ليا اطلاقا انك امبارح تقول كلام والنهارده بتقول كلام بس ده مش هو بس ده كل المسؤولين عن المنظومه الخاصه بالاعلام واللي بيظهروا فيها دي توجهاتهم نشوف محمد الشرقاوي الشخص اللي بيكون دايما مواقفه الاخيره صعبه جدا ضد النادي الاهلي كان بيقول ايه في قضيه نادي القرن بس لازم نحط 100 شرطه تحت الكلمه دي وقت ما كان في النادي قبل وقت ما كان جوه النادي الاهلي للاسف نطلع ونسمع الفيديو مين هو نادي القرن وبسال الشرقاوي المساله بسيطه يا عم عدلي رسميا النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا يعني المساله رسميا الكاف بيقول انا ليا دعوه بايه طب انت قناعك انت بقى صح خالد الارجنتين في كاس العالم 86 جايبه جون مارادونا جايب جون بايده في انجلترا العالم كله شافه ورغم كده الارجنتين كسبت المباراه وكسبت بطوله كاس العالم ورسميا الارجنتين هي بطل العالم سنه 86 انا كراجل نقد رياضي وكراجل صحفي وكراجل اعلامي وكراجل عقلاني الكاف بيقول ان النادي الاهلي هو نادي القرن خلاص تعظيم سلام والنادي الاهلي هو نادي القرن المساله بسيطه جدا مش محتاجه الهيصه بغض النظر بقى عن الجدل اللي هو بتاع البيضه ولا الفرخه تمام بغض النظر عن الجدل ومساله بسيطه محسومه انا نفسي لو زملكاوي كنت هقتنع بكلامه وهلغي اي افكار عندي ان نادي الزمالك نادي القرن ان الراجل بيتكلم بشكل مقنع جدا وبيتكلم في فكره ان النهايه المحصله النهائيه هي ايه
وان ده طبيعي وان ما ينفعش بما معناه نصغر من نفسنا ونبقى بهذا الشكل اللا منطقي واللا عقلاني من الحديث عن شيء بدون اي اسانيد وان احنا ما بنستندش الادله. ده استاذ محمد شرقاوي قبل التعدي. انا وانا بسمع الفيديو ده في مشهد شهير للفنان عادل امام بيقول مش محتاجه، يعني الراجل بيتكلم بمنتهى الثقه، الراجل عقلاني، ان النادي الاهلي هو نادي القرن والامر مش محتاج. طب لما نشوف بعد التعديل ايه اللي حصل في قضيه نادي القرن؟ هي الفكره الحلم اللي يبقى نادي الزمالك مؤمن، جماهير نادي الزمالك، الشباب بتوع نادي الزمالك مؤمنين ان نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. صحيح. فللاسف بعض الناس المنتمين لنادي الزمالك عايزين يوقدوا الحلم ده، مستكترين على الناس انها تحلم، مستكترين على الناس ان هي تفكر او ان هي تسعى وراء مطلب هم شايفين من وجهه نظرهم ان هو مطلب شرعي او مطلب مشروع. للاسف الشديد زي ما الراعي بيقول يا ريت تسكتوا. يا ريت حضرتك اللي تسكت، لان بصراحه الامر بقى صعب جدا. انت ازاي كده؟ ازاي في ثانيه كده من الموضوع عقلاني جدا اللي بتهاجم كمان الناس الحركه اللي الشبابيه للدفاع عن حقوق نادي القرن، بتتكلم من انتوا بتوقدوا الفكره بتاعت نادي القرن كزملكاويه. يا الله، ده نموذج لهم المنتمين سواء صحافه بقى او مقدمين برامج للاعلام نادي الزمالك، الاعلام المنافس. هل النموذج ده ممكن انت كمتلقي تشعر بمصداقيه؟